ومن معبر رفح ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، اليوم ما الذي مر من المعبر بالأحرى إلى داخل القطاع من خلال شاحنات المساعدات، وما الذي مر في المقابل من جرحى وحاملات جنسيات أجنبية؟ نعم، بالفعل يعني معبر رفح اليوم شهد دخول وخروج، شهد عمليات دخول من حيث المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى 76 شاحنة محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والمستلزمات الطبية والإغاثية والغذائية. كل هذه الشاحنات والتي وصلت حتى هذه اللحظات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، قامت السيارات والشاحنات الفلسطينية بتفريغ حمولات الشاحنات المصرية وبعد ذلك التوجه إلى العمق الفلسطيني وتحديدا إلى قطاع غزة. نتحدث أيضا عن عمليات الخروج المصاحبة لعمليات دخول المساعدات والتي كانت تتمثل في وصول عدد من الجرحى والمصابين، وصل إلى 19 حالة من الحالات المصابة وتم توجيههم إلى المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق محافظات شمال سيناء، والتي تبدأ بالترتيب من حيث بعد المسافة عن هذه المنطقة الحدودية وهي مستشفيات الشيخ زويد ثم العريش وصولا إلى مستشفيات بئر العبد. وبعد ذلك من المنتظر أيضا أن يكون هناك حالات تتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، كحالات الأطفال مصابي الأمراض السرطانية التي استقبلتهم الدولة المصرية كحالات إنسانية، وذلك في محاولة التخفيف عن الأشقاء في فلسطين. نتحدث أيضا عن استقبال معبر رفح البري لعدد تجاوز 500 شخص من المصريين وأيضا من حاملي الجنسيات المزدوجة، هم فلسطينيون ويحملون بعض الجنسيات المختلفة كالجنسيات الأمريكية والفرنسية والألمانية والبلجيكية والأسترالية والكندية. كل هذه الجنسيات عملت الدولة المصرية بالتنسيق مع سفارات هؤلاء الرعاية وقنصلياتهم على إجلائهم من الأراضي الفلسطينية وتحديدا من قطاع غزة، ثم بعد ذلك الدخول إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح، والآن يقوموا بإنهاء إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية وفقا للتعليمات المتعارف عليها. يعني ربما إحدى الحافلات التي مرت الآن هي التي تضم أو يستقلها عدد من حاملي الجنسيات المختلفة الذين يتوجهوا الآن عبر الأراضي المصرية لاستقلال الطائرات والعودة إلى وجهاتهم الأصلية بالتنسيق مع الدولة المصرية وبالتنسيق أيضا مع سفاراتهم. نتحدث عن الأجواء بشكل عام، فمعبر رفح ما زال يشهد زخما كبير من حيث عمليات دخول المساعدات ودخول من حيث عمليات خروج المساعدات من القطر المصري إلى الأراضي الفلسطينية، وأيضا من حيث دخول المصابين والجرحى والمصريين العائدين أيضا إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة. نتحدث عن كل هذه الإجراءات، وربما الصورة هي التي تعكس حجم الزخم الموجود. إذا ما كنا نتحدث عن الإجراءات والجهود المبذولة، فالأمر لم يقتصر فقط على الأجواء هنا في معبر رفح، والتي ربما هي الصورة التي لم يكن الكثير يعتاد عليها من هذه المنطقة الحدودية، أن يكون هذا الزخم والموجود بتواجد عدد من الشاحنات التي تخرج من المعبر، وهي دائما هي المساعدات التي تقدم هي في صورة مساعدات إنسانية. نعم. تنطلق من الأراضي المصرية إلى الأشقاء فلسطين، وأيضا في السيارات التابعة للقنصليات والسفارات التي يستقلها من يدخل إلى الأراضي المصرية من رعاية كثير من الدول، وأيضا عدد السيارات الإسعاف التي تم تجهيزها في محيط هذا المكان لاستقبال حالات الجرحى والمصابين. هذا هو المشهد بشكل عام من حيث عمليات دخول المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين. نعم، تفضل. ما الذي نعرفه حتى الآن مصطفى من معلومات حول استقبال المعبر ل حالات أخرى من الإصابات من داخل غزة، أو إن كان شاحنات أيضا سيتم إرسالها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح؟ قبل أن أخذ إجابتك، نتابع الآن هذا القصف الآن على الهواء مباشرة من قطاع غزة. القصف الإسرائيلي يتجدد إذن في هذه اللحظات، القصف واضح بأنه قصف مكثف، وحجم الدخان المنطلق الآن من هذا القصف يبدو كبيرا جدا، باستخدام أيضا قنابل ضوئية كما اعتدنا في كل ليالي القصف على قطاع غزة. القصف اليوم كان هناك قصف لمخيم دير البلح وسط قطاع غزة، وأيضا بمخيمات أخرى كالنصيرات وجباليا
والبريج، هذا أيضا هو القصف الأعنف الذي يتجدد إذن في هذه اللحظات على قطاع غزة، محدثا ما يعرف بحزام ناري موسع في مناطق الشمال الشرقي والشمال الغربي لقطاع غزة. إذن نتابع مشاهدينا القصف يتجدد في هذه الأثناء على قطاع غزة، كما نتابع وكما اعتدنا مع كل ليالي القصف يتجدد بشكل كبير مع ساعات الليل، مستخدمة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في هكذا أوقات مع ساعات الليل وسط ظلام دامس في القطاع وفي انقطاع كبير طبعا للكهرباء والوقود، وبالتالي تستخدم هذه القنابل الضوئية لإنارة الأهداف للقصف الإسرائيلي الذي يتكثف إذن في هذه الأثناء على قطاع غزة. ودائما ما يتابع معه تحليقا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية، نستمع للصوت الطبيعي من المصدر. أعود لك مصطفى من جديد من معبر رفح لتطلعنا عن المعلومات المتوافرة لديك الآن بخصوص إن كان المعبر سيستقبل أعدادا أخرى من الجرحى والمصابين أو سيتم تسيير من خلاله شاحنات جديدة، وإن كان لدينا أرقام حول هذه الشاحنات. نعم، يعني المعبر يعمل على مدار الساعة من حيث عمليات تضخ المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، أما بالنسبة لعمليات استقبال الجرحى والمصابين فربما المعبر خلال الساعات القادمة سيشهد استقبال لعدد آخر من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة. وحتى الآن الأرقام تقول إن معبر رفح استقبل اليوم 19 حالة من المصابين والجرحى، وتم توجيههم إلى المستشفيات المصرية الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء. أيضا فيما يتعلق بدخول المصريين والجنسيات المختلفة أو مزدوجي الجنسيات، فما زال المعبر يستقبل أعداد أخرى من الأفواج التي ما زالت تتواصل حتى هذه اللحظات. أما بالنسبة لعمليات المساعدات فنؤكد مرة أخرى على أن المعبر يعمل على مدار الساعة في تقديم المساعدات وإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، فعندما يتوقف الأمر من ناحية الجانب الفلسطيني فإن الأمر يكون هنا في الجانب المصري، يقتصر على عملية تجهيز المساعدات والقوافل التي تدخل تبدأ في اتخاذ الإجراءات. لذلك فساعات الليل المتأخرة يتم من خلالها تجهيز عدد آخر من القوافل والشاحنات التي ستنطلق ربما في الصباح الباكر، يعني نستطيع أن نقول أن ساعات الأولى من صباح كل يوم تنطلق القوافل والشاحنات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، ويستمر هذا الأمر ربما إلى الساعات المتأخرة بعد ساعات منتصف الليل بقليل. نعم. تكون هناك عملية إدخال وضخ مزيد من المساعدات، وبعد ذلك يتم مرحلة جديدة وهي مرحلة تجهيز المساعدات إلى الأراضي. هل لدينا أرقام متوقعة لإدخالها عبر المعبر غدا مصطفى؟ وهل لاحظت ضمن متابعتك إن كان هناك زيادة في عدد الشاحنات عن سابقتها من أيام إدخال المساعدات إلى داخل القطاع؟ نعم، يعني نتحدث عن 48 ساعة الماضية، وبكل تأكيد شهدت هذه الأيام انفراجة كبيرة في أعداد الدخول. يوم الأمس دخل أكثر من 70 شاحنة، وصباح هذا اليوم دخلت أعداد أخرى، وحتى هذه اللحظات وخلال هذا اليوم دخل حتى الآن حوالي 76 شاحنة إلى الأراضي الفلسطينية، وفي يوم الغد سيتم تجهيز ما يقرب من 100 شاحنة، يدخل منها ما يدخل وسيعاد مرة أخرى من لم يستطيع الدخول إلى الأراضي الفلسطينية في مرحلة جديدة
جديدة من مرحلة اتباع الإجراءات المتعارف عليها وفقا للوائح والترتيبات التي يتم تنظيمها ما بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأيضا الجهات الأممية والإغاثية التي تشرف على عملية دخول المساعدات إلى قطاع غزة. لذلك فمرحلة تجهيز السيارات والشاحنات المحملة بالمساعدات، كل يوم هناك ما يقرب من 100 شاحنة يتم تجهيزها، وعلى مدار اليوم تدخل بعض الشاحنات تباعا، وفي نهاية كل يوم نقول الرقم الإجمالي لدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى الجانب الفلسطيني. نحن نتحدث وما زلنا في لم ينتهي هذا اليوم، ووصل حتى الآن إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح حوالي 76 شاحنة من المساعدات تم وصولهم وتفريغهم جميعا إلى الشاحنات الفلسطينية، والتي بعد ذلك توجهت إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة تقديم العون من مختلف أنواعه إلى الأشقاء في فلسطين. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من معبر رفح، مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح.